انا كريمه من اسكندريه. اهلا يا كريمه. اهلا وسهلا بستك، كيف اهلا بحضرتك، اتفضلي. الله يخليكي. انا دلوقتي محتاجه للعلاج، بس انا مو عندي مشكله، لا انا عارفه اروح مستشفى ولا انا عارفه اتعالج ولا عارفه يعني. حضرتك مشكلتك مش اي ايه؟ واحده متمسمره في مكان. حضرتك اسمي مدمنه؟ محمد. نعم. حضرتك مدمنه؟ لا يا فندم مش مدمنه. امال ايه؟ لا انا معايا حكمين محكمه ورئيسي في العمل رفض تنفيذ هذا الحكم. يعني حضرتك رفض تنفيذ هذا الحكم لحد النهارده، لا طير سما ولا ارض. طب حضرتك عارفه موضوع الفقره اللي احنا بنتكلم فيها دلوقتي؟ انا دخلت على البرنامج على طول، انا ما اعرفش بتتكلموا على ايه. حضرتك احنا بنتكلم عن الادمان وعلاج الادمان، وبيتكلم معانا يعني ناس من المشاهدين لو عندهم حالات ادمان عاوزين يتعالجوا يعني، وعندهم اي راي في الموضوع ده. شكرا جزيلا حضرتك، يعني ارجعي للكنترول يشوفوا ايه الموضوع مع حضرتك. طيب.